خلف الزلزال الذي ضرب المكسيك بقوة 7.1 على مقياس ريختر أمس الثلاثاء 226 قتيلا على الأقل حتى الآن، وذلك حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. ويعد هذا الزلزال الثاني من نوعه الذي يضرب المكسيك في غضون أسبوعين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى في الأيام المقبلة. الأخبار الصادرة عن المصلحة المكسيكية لرصد الزلازل أفادت بأن الزلزال وقع في الساعة 1:14 بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء بتوقيت المكسيك. وقال وزير شؤون الحماية المدنية إنه تسبب في انهيار عدد كبير من المباني وانحسار مدنيين تحت الأنقاض، وقد تدفق الآلاف من المكسيكيين إلى الشوارع مسببين بذلك زحاما شديدا. هذا وشعر الناس بقوة الزلزال في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث اهتزت بعض المباني بشكل واضح، ما اضطر السكان المحليين لمغادرة منازلهم واللجوء إلى الشوارع. وقد تسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء والإنترنت ببعض الشوارع. عمدة مكسيكو سيتي قال إنه قد انهار 29 مبنى، كما تم تعليق الأعمال بمطار مكسيكو سيتي الدولي. الدمار الذي تسبب فيه زلزال صعب قياسه، وقد نشرنا عناصر من قوات المصالحة في المناطق المنكوبة، وتم إطلاق نظام استجابة للطوارئ في مكسيكو سيتي. وزارة الداخلية المكسيكية قالت في ذات اليوم إنه في ولاية موريلوس فقط توفي نحو 64 شخصا، وهي مركز الزلزال، إضافة إلى 36 قتيلا في مكسيكو سيتي و29 قتيلا في ولاية بويبلا و9 ضحايا آخرين في ولاية مكسيكو. وتجري الآن أعمال الإنقاذ على قدم وساق، حيث شارك العديد من المتطوعين فيها. علاوة على ذلك، قدم السكان المحليون في مكسيكو سيتي مواد الإغاثة الأولية مباشرة بعد وقوع الزلزال، فيما أعربت الأمم المتحدة عن يوم الصادف ذكرى وقوع زلزال 19 من سبتمبر لعام، ساعات فقط من حدود من